بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، يعني مكملين طبعا فقره استاد الاهلي والجوله الثالثه للنادي الاهلي، طبعا المؤجله، الجوله المؤجله من الاسبوع الثالث للنادي الاهلي. طبعا زي ما احنا عارفين كانت المباراه دي مؤجله من الاسبوع الثالث نتيجه طبعا اشتراك النادي الاهلي في بطوله افريقيا، وايضا منتخب مصر ولعبه امام، او المباراه اللي كانت اقيمت امام الكونغو، فبالتالي هذه هي المباراه المؤجله من الاسبوع الثالث امام الرجاء. يمكن اكيد كلنا منتظرين هذه المباراة لأنها تعتبر استعداد جيد للنادي الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي إن شاء الله هتكون يوم الأحد 22 أكتوبر. فكل التوفيق إن شاء الله للاعيب النادي الأهلي النهاردة، ونتمنى إن شاء الله أن هم يخرجوا سلام من هذه المباراة عشان يبقوا داخلين المباراة القادمة، مباراة النجم القوية، المباراة اللي بتأهل النادي الأهلي للوصول لنهائي أفريقيا، وهم سلام كل اللاعبين في كامل لياقتهم وكامل العدد لكابتن حسام البدري واختياراته إن شاء الله في هذه المباراة. لكن طبعا مباراة أكيد في الدوري المصري وموسم 2017-2018، والتأكيد على لقب الدوري الموسم الثالث على التوالي، وفي نفس الوقت التأكيد على أن بطولة الدوري هي البطولة أيضا المحببة لدى جماهير النادي الأهلي والنادي الأهلي ولاعبيه وجمهوره والجهاز الفني والمجلس الإدارة، والتحقيق طبعا النجمة الرابعة إن شاء الله في حالة وصول النادي الأهلي وحصوله على لقب الدوري السنة دي هنكون حصلنا على هذه البطولة 40 في بطولة الدوري، وتحقيق طبعا النجمة الرابعة زي ما احنا متمنين طبعا من فريقنا ومتأكدين إن شاء الله وثقة كبيرة في ان هو بيأدي احسن ما عنده عشان الحصول على البطولة. فبالتالي ان شاء الله كل التوفيق للفريق النهاردة، ومباراة تبقى جاية طبعا زي ما احنا شايفين على الشاشة.